أغنى الخطط أيها الصغير. ها؟ أنت تقيدني؟ أترك يدي. أشعر بدوار. تريدني فقط لملء الوقود؟ بصراحة، أجل، أعني اتفقنا على ذلك منذ وافقت على العمل، أتذكر؟ مشاكل بين اللصوص. استطعت اللحاق بهذه المغة بفضل إكسلريت. لا تحاول سرقة أشيائي. أنت من يسرق طوال اليوم. ولماذا لا أسرق كل ما أحتاج؟ فك قيودي. سئمت من هذه الحماقات. هاي، ما هذا؟ ماذا تفعل أيها الفرنسي؟ رائع جداً، لا داعي للمقاومة، لن تجعلني أطلق سراحك. أنت مفتاح الشهرة والسيطرة على العالم كله. أخبرني، ما سر عشقك للسرعة؟ للأسف، هذا كل ما تبقى لي بعد خروجي من مسابقة الشطرنج. غريب، أعجبتني. ماذا يفعل؟ ضربة إكسلريت. ماذا؟ صدمت وجهي عديم التركيز. السيارة سريعة جداً، إن لم أستطع إيقاف لاجرانج فلا بد أن أخرجك. ساعدني للخروج من هنا. أجل، إن أردت الخروج. أهذا سؤال مناسب؟ وربما أصبحنا صديقين منذ الآن. ساعدني لكي أساعدك. لا أستطيع، لأنني مقيد بشدة. إذا قررت الخروج بصدق ستخرج. معك حق. وي، الخزان امتلأ. سأحطم الرقم القياسي للسرعة. لاجرانج. لا، لن أسمح لك بإيقافي بسهولة. لاجرانج. لهذا السبب أغمط حزام الأمان. لا، فقدت مصدر الوقود. هذا لا يهم، معي ما يكفيني لتحقيق هدفي. كيفن، حتى إكسلريت لا يستطيع اللحاق به الآن. ورش أيضاً لا يمكنه. ليست مشكلتي. ماذا تقصد بليست مشكلتك؟ كنت تساعده. أعطني الآن التيشيرت ليعود كل منا لطريقه. مستحيل. أريد أن أسترد أشيائي. ساعدني على العودة للاجرانج. هذا ما تتمنى فعله الآن؟ ماذا؟ طبعاً، إنها مسؤوليتك، أنت البطل هنا. يس، لا أحد يعرف ما سيفعله لاجرانج بعد استغلال كل قوتي. قم بدورك يا تينيسن، اهزم الشخص الشرير. كلكم تستغلون حبي للخير. ليس قبل أن أسترد التيشيرت. بعد أن نهزم لاجرانج سأعيد لك التيشيرت. تساومني على ما هو ملكي، ها؟ أنا سأقود. سامحني، مقعد واحد، والآن تابعني.